راح فين يا باش مهندس؟ اطلع على مصر الجديدة. فين يا باشا في مصر الجديدة؟ بص لما نوصل هبقولك. على ما نوصل بقى يا باش مهندس احكي لك على معاني اسماء ماركات العربيات اللي في العالم، ايه رأيك؟ ارغي يا عم الحاج. بص يا سيدي، بي ام دبليو مثلا دي معناها بالالماني بايرش موتورن ويرك، يعني مصنع محركات بايرن، ودي ولاية ألمانية عاصمتها ميونخ. ومثلا العربية مرسيدس بنز راجع تاريخها إلى مرسيدس يلنك بنت الحاج إيميل يلنك منظم سباقات الشركة سابقا، والنجمة الثلاثية دي من فكرة الاستخدام الثلاثي في الأرض والجو والبحر. أما بقى العربية فولكس فاجن فمعناها بالألماني عربية الشعب، لأن فولكس بالألماني معناها الشعب، وفاجن أو واجن معناها سيارة. والعربية بورشة اتسمت نسبة لمؤسس الشركة فرناند بورشة مهندس نمساوي، وهي شركة ألمانية مختصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة. تعرف بقى الأودي سموها كده ليه؟ الله أعلم. أقول لك أنا بقى، شوف يا سيدي، العربية أودي معناها بالألمانية استمع أو أنصت، دي تبع لمجموعة فولكس فاجن، وسبب تسميتها هو ترجمة لاسم مؤسسها أوجست هورش للغة اللاتينية. أما بالنسبة للعربية أوبل، اتسمت أوبل نسبة لمؤسسها أدم أوبل، ودي شركة ألمانية الأصل لإنتاج السيارات والمحركات. أما بقى الوحش فيراري اتسمى بالاسم ده نسبة لمؤسس الشركة فيراري أنزو، وهو أحد أشهر علامات السيارات الإيطالية في العالم. والفهد الاسود العربيه جاكوار اتسمت بالاسم ده وهي تابعه لمجموعه لاند روفر، دي شركه بريطانيه لصناعه السيارات ومملوكه لشركه تاتا الهنديه من سنه 2008. اما السياره دوج تعني المراوغ، واسس الشركه دي الاخوين هاورس وجون دوج، وبتتميز بعلامه راس الكبش المشهوره. اما بالنسبه للعربيه كاديلاك اتسمت تتويجا للفرنسي انطوان لومي كاديلاك مكتشف مدينه ديترويت. طب وماركة فولفو دي بقى معناها ايه؟ فولفو دي معناها باللاتينية تدحرج وتشير للكرة، وهي رمز لعجلات السيارات التي لا يمكن السير بدونها. أما العربية سكودا أو شكودا نسبة لرجل الأعمال إيميل شكودا، واللي اشترى الشركة من صاحبها فالدشتاين سنة 1859 وسماها باسمه. والعربية سيات هي اختصار لكلمة طويلة جدا بالأسبانية، وتعني الشركة الأسبانية للسيارات السياحية. أما بالنسبة للعربية فورد فاتسمت بالاسم ده نسبة لمؤسس الشركة هنري فورد. وكمان العربية هوندا اتسمت نسبة للمهندس الصناعي الياباني سويتشيرو هوندا. أما بالنسبة للعربية ميتسوبيشي بتعني الثلاث جواهر، وكانت في الأصل شركة للشحن أسسها ياتارو أوساكي. بالنسبة للعربية جي إم سي هي اختصار لجنرال موتورز كامباني، أي الشركة العامة للسيارات، وهي شركة أمريكية تصنع جميع أنواع السيارات. بالنسبة للعربية فيات اختصار لمصنع السيارات الإيطالي بمدينة تورينو. انت نمت مني ولا ايه؟ لا لا عيب عليك. اما بقى العربية نيسان كانت في الاصل اسمها بابلي، وبتعني في اليابانية البدء او التحرك، ده اسم اول شهر في شهور السنة البابلية، وبتعني نيسان في اليابانية انتاج اليابان. والعربية مازدا في الاصل اسمها اهورا مازدا، وهو استغفر الله العظيم الإله الأعلى لرمز الحكمة والوحدة في اليابان ألورا داتشي. أما العربية شيفرولي فهو اسم عائلة مؤسس الشركة وهو لويس شيفرولي. العربية تويوتا أنشأها تويوتا إيجي، وبتنقسم الكلمة لكلمتين بمعنى الحقل الوفير، تويو بمعنى وفير وطا بمعنى حقل. أما العربية بقى سيتروين اتسمت نسبة لرجل الأعمال الفرنسي والرأسمالي الشهير أندريا سيتروين. دايهاتسو بتعني مصنع محركات محافظة أوساكا في اليابان، حيث أن داي بمعنى محافظة وهاتسو بمعنى مصنع محركات. أما بالنسبة للعربية سوبارو بتعني في اليابانية النجوم السبعة، وهي شركة يابانية تابعة لمجموعة فوجي للصناعات الثقيلة. وشركة سوزوكي نسبة لمؤسس الشركة ميشيو سوزوكي، سوزو بمعنى أجراس وكي بمعنى شجرة، يعني شجرة الأجراس. أما العربية كيا تبع كيا موتورز هي كلمة سينو كورية، وبتعني الناشئة من آسيا أو الخارجة من آسيا. بالنسبة للعربية الهيونداي بتعني في الكورية الحداثة أو موكبة العصر، ومؤسسها هو شانج جويانج. أما العربية دايو بتعني في اللغة الكورية البيت العظيم أو الكون العظيم.
العربية لادا طبعا مشتقة من اسم استغفر الله العظيم آلهة سلوفاكية، وهي نوع من السفن الصغيرة. ايه رأيك بقى، شوية معلومات ولا بمليون جنيه؟ شكر اوي، نزلنا بقى على جنب. مع السلامة. كان واد مؤدب ومحترم. يا سلام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد. أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أقابلكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.